نروح لعالم السوشيال ميديا هلا، اختلفنا من عالم التصميم والفن لعالم السوشيال ميديا. تاني تماما، بيسعدني انه نرحب بالمهندس محمد فوزان العبادي، اهلا وسهلا فيك. رح نحكي عن خبير حضرتك طبعا، خبير اعمال وتسويق، وبدنا نحكي عن السوشيال ميديا، واليوم بدنا نحدد يمكن لأول مرة عم نحكي عن المتابعين شوي أكثر من مشاهير السوشيال ميديا، ولو إنه كتير مهم. بدي منك تقولنا مين هم مشاهير السوشيال ميديا، لأنه وين كل مكان كله public figure. yes. كلهم مشاهير صاروا. شو بإيش بدك تبلش؟ بالبداية هاي البداية بالضبط. يعني بحط لك صورتين، بتحط لك كلمتين، بصير مشاهير السوشيال ميديا. هاي المشكلة. شوفي، علميا واكاديميا احنا قدرنا نقسم السوشيال ميديا كببليك فيجر زي ما كنت عم تحكي او زي مشاهير على اربع اقسام، يعني بنقدر عشان نقدر نميز مين هم الناس هذول. بالبدايه عندنا النشطاء او الناشطين على السوشيال ميديا اللي هم الاكتيفست، اللي هو الشخص اللي له بكل شغلة موقع. أيوة بالضبط، يعني لازم صارت أي إشي بتلاقيه بيحكي فيها، صار إشي معين بنحكي فيه وموجود دائما على السوشيال ميديا، متفاعل دائما على السوشيال ميديا، ما في إشي محدد أو متخصص عم بيحكي فيه، ولكن موجود نشيط على السوشيال ميديا، موجود وبتعامل وبتفاعل مع الناس، وزي ما حكينا له بكل مكان، كل شغلة. في منهم ناس رائعين وممتازين وبيمشوا ضمن معايير معينة، وفي ناس بصراحة بيروحوا لأماكن بعيدة كتير، ويا ريت يبطلوا هالمهنة. ففي يعني في هيك وفي هيك. النوع الثاني هم الانفلونسرز او البلوجرز، المؤثرين، احنا بنحكي عنهم المؤثرين. برضه هذا انا بحكي عن تقسيمات العلمية، ودائما في الجاب بيناتهم او الفتره او المنطقه الوسطيه بين كل مسمى ومسمى هو شوي غامض، يعني مش بسهوله تقدر تميز بين النشطاء. وهلا عم تحكي مؤثرين. اذا في فرق بين النشيط اجتماعيا على مواقع وبين المؤثر اللي بنحكي احنا عن المؤثرين او انفلونسرز، وفي لهم تسميه ثانيه بلوجرز، يعني بلوجرز وانفلونسرز بيلعبوا بنفس المكان تقريبا، انه هو بياثر على الناس، بيغير من قرار الناس، بيساعد الناس تاخذ قرار اكثر او تاخذ قرار اسرع، في رساله او في هلا ما بدي احكي هلا. الاربع عندهم رساله صراحه، يعني الاربع اللي راح نحكي هلا كلهم مفروض. كل واحد عنده رساله فيهم طبعا. كل واحد عنده طريق، بس المؤثر هو متخصص بشيء معين وعم بيحكي فيه. لما انت تتابع حدا متخصص بالاي تي، لما تتابع حدا متخصص بالازياء، لما تتابع حدا متخصص بالاكل، هدول الاشخاص بيحكوا بشيء معين، فاهمينه منيح، متخصصين فيه. طبعا انا بحكي كمصطلح، ما بحكي كشخص، يعني ممكن يكون بيحكي فيه ومش فاهمه، بس انت بتحكي علميا يعني كمصطلح. نعم، بدك تكون متخصص بموضوع واحد وتحكي فيه، مش بنحكي بالسياسه والفن. هاي بالنسبه للانفلونسرز. يس، بالنسبه للانفلونسرز او المؤثرين، هم بياثروا باتجاه معين على شيء معين هم فاهمينه، المفروض الناس صارت تسمع لهم لانه عندهم شيء زياده او شيء فاهمينه زياده، عشان هيك الناس عم تسمع لهم. الثالث وهو من السليبرتيز او المشاهير. المشاهير والفرق عشان نقدر برضه دائما نميز بين كل واحد وواحد، المشاهير مو تخصص سوشيال ميديا ومو موقعه الرئيسي سوشيال ميديا، هو شخص موجود على السوشيال ميديا بصفه انه مشهور عمل. هو صار عنده كثير متابعين، زي لاعبين كره القدم، زي الاعلاميين، زي هذول الناس، هم اوريدي عندهم شغل تاني، مشهورين بشغل تاني، بس لأنه اسمهم كبير بالسوشيال ميديا صار اسمهم سليبرتيز أو مشاهير. فبرضو بيحكوا بمواضيع مختلفة، ما عندهم تخصص بالوضع الطبيعي كسليبرتيز، ما عندهم صحيح. تخصص زي المؤثرين دائما عنده تخصص أكثر. المشاهير طبعا منتابعهم كلياتنا، منحب نعرف شو عم بيحكوا على السوشيال ميديا، يعني بس الإشي الرئيسي إنهم ما صاروا مشاهير على السوشيال ميديا، هم أصلا مشاهير وهي صارت منعكسة على السوشيال ميديا. هدول هم السليبرتيز أو المشاهير. النوع الرابع والأخير اللي احنا بنسميه الأوبينيون ليدرز، اللي هم قادة الرأي أو قادة الفكر. هدول احنا بنحكي عن ناس يعني سياسيين، ممكن يكونوا أصحاب أعمال كبيرة. لما نحكي مثلا من ناحية أصحاب أعمال، لما نحكي احنا مثلا زي مؤسس أمازون ومؤسس تسلا، هدول أصحاب خبرات كبيرة وبيغيروا بالرأي، يعني ومش بس بالرأي، حتى بالاقتصاد. يعني ممكن تويت يطلع فيها جيف بيسس ولا 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 وتغير تغير السوق المالي كامل. فهدول قادة الرأي. طبعا برضو السياسيين لما نحكي عن رؤساء دول أكيد مش قويين على السوشيال ميديا، كأنه إجت قوتهم من السوشيال ميديا، لا قوتهم أصلا موجودة
وزي حتى يعني الرئيس الأمريكي السابق نفس الفكرة دونالد ترامب نفس الفكرة كانت الناس تستنى شو بده يكتب تويت. صح. هم هذول يعتبروا من احنا بنسميهم الأوبينيون ليدرز أو من قادة الرأي، فهذا آخر جزء كتقسيم هم هذول 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 أربع أنواع. بالنص المنطقة قلنا عنها شادي شوي اللي هي مش كثير مش واضحة. أي حدا بيقدر يميز بينهم مش واضحة. ممكن الشخص يكون بشغلتين مع بعض بس قوته بمكان معين ممكن يكون مؤثر أكثر ما أنه ناشط. مع أنه ممكن يكون مشهور وبنفس الوقت عم بيكون مؤثر يعني بالضبط ممكن يدمج بالضبط ممكن يدمج. بس كتقسيم هي إحنا قديش إحنا شايفين الأربع أنواع هم هذول حرفيا الموجودين على السوشيال ميديا بشو أكثر إشي عم بتشوف؟ هلا إحنا بدنا نحكي عن الجزء الأكبر من المجتمع في الوقت الحالي. يمكن في منهم ناس واضحة يعني لما نحكي الناس الأشخاص السياسيين أو الأشخاص هذا أو المشاهير فهم واضحين وعارفين بأنه هذا مشهور وهذا سياسي، ولكن إحنا عم نضيع شوي بين المؤثر وبين النشطاء اللي هم اللي موجودين بكثر يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. التفريق بينهم يمكن بده تمييز، بس احكي لي إيش اللي عم تشوفه أكثر في الوقت الحالي؟ شوف بكل منطقة وبكل مكان تنهيدها هذا على فكرة موضوع أنا يعني نزلت أحكي فيه عنصريني جدا يعني الواحد بيحاول كمان يرضي الجميع وما يزعلش حدا من الناس اللي بيعرفهم. الفرق شوف حسب المكان يعني احنا لأكون شوي يعني فير ومنطقي بجميع هاي. عندنا بمنطقتنا بالأردن بالتحديد بيجوز النشطاء أكثر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللي زي ما حكينا من أول نقطة إله بكل مكان برمي له شغلة، هدول أكثر عنا من المؤثرين. احنا بنحكي مؤثرين ناس بتنزل شغلة بتحكي شغلة بتغير كل أو بتأثر على كل رأي المتابعين تبعها باتجاه شغلة معينة. هذا هو المؤثر. بمنطقتنا أو ببلدنا قليل شوي المؤثرين نشطاء أكثر صراحة. في دول ثانية لا المؤثرين لهم حضور لهم وجود بيأثروا جد على الناس اللي بتابعوهم. لو أنت حكيت لي أو كنت عم تحكي لي قبل شوية التمييز بينهم النشطاء والمؤثرين ترى التمييز بينهم سهل. كنشطاء مؤثرين التمييز كثير بينهم سهل. المؤثر إله تخصص معين عم بيحكي فيه وعم بيغير وجهات نظرنا وعم بيخدينا لمكان هو شايفه لأنه هو متخصص فيه لأنه هو عم بنقولنا لإله، فهذا هو بالنسبة لنا تأثيره. تعرف شو المشكلة محمد؟ إنه النشطاء بيفكروا انه بيبنوا شهرتهم على النقد والنقد الدائم واللاذع على كل شيء راح وكل شيء اجى وبيثيروا الجدل. لكن انا بنهايه الحديث اللي انا كان نفسي ما يخلص بس مضطرين بدي احكي لك كلمه منك للمتابعين لانه نعم. الاربع انواع التي ذكرتهم كلهم صح. يعني خلص هو كان هذا هو صراحه هذا كان موضوعنا الرئيسي انه المتابعين ومتابعين مين اصلا يتابعوا. لما نحكي احنا عن شوف ومين بيتابع كل نوع من الاربع طبعا السوشيال ميديا هو عالم افتراضي زي كأن احنا موجودين في مكان حقيقي وعم نسمع كل اراء هاي الناس بس بطريقه اسهل. ف لما تكون أنت قاعد بجلسة مثلاً فيها 20 شخص ما بدي أحكي لك أكثر من هيك 20 شخص في ناس بتأخذ آرائهم وفي ناس تسمع لهم وفي ناس ما بتسمع لهم لأنه آرائهم مش توافق مع الحكي اللي عم تحكيه. فالسوشيال ميديا وأنا أنا أنا يعني مسوق إلكتروني على السوشيال ميديا وبعرف قديش إحنا مهم يكون الكونتنت تبعنا موجود ويكون هذا الحكي كلياته معمول بطريقة صح، ولكن مش كل شيء بتشوفه على السوشيال ميديا هو صحيح. ودائما كانفلونسر او كاكتيفست او كاي حدا من مشاهير السوشيال ميديا هم بالاخر علامه تجاريه، هم بالاخر اشخاص بيحاولوا يوصلوا الشيء الايجابي من كل شيء او بيحاولوا يفرجوك الشيء الايجابي من كل شيء. يعني مثلا في ناس بتكتئب لما تشوف هدول الناس على الانستغرام اللي بتسافر واللي بيسافر بروح بيجي كل يوم صح. حياته مش هي هيك يعني هو عم بيحاول يوريك هذا احلى شيء بالضبط من الشيء الموجود. ف لما تتابع حسب الشيء انت بدك اياه، تابع الاشخاص اللي جد عندهم خبره وجد عندهم علم وجد عندهم معرفه ويقدروا اصلا يساعدوك بتخصصك انت بدك اياه. انا متخصص اي تي مثلا بدي اتابع الناس اللي من برا او من جوا عم تحكي بالاي تي وعم بتفيد وعم بتساعد، هذا الشيء ممكن يفيدني. بس سفرات وروحات وجيات حسب كل واحد شو اهتماماته أكيد. بس مش كل حياتهم هيك، نكون احنا منطقيين كمان بالاختيار. يمكن بس بدي اسمح لي اعلق على هاي النقطه، لها جانب انه ممكن تحث الانسان
الإنسان على إنه يشتغل على طموحه أكثر حتى يتعب أكثر على حاله مشان يقدر يحقق جزء من الأشياء اللي أنت مش دايما ما بزبط وضلك ماسك التليفون تابع وقاعد شو بدك تلاقي طموحك بالآخر مش بقيت تحقق أي إنجاز يعني تعرف وين المصيبة محمد؟ المصيبة بإنه في عدد كبير إحنا ما بدنا نزعل حدا اليوم بس ولكن في عدد كبير من الشرطاء معتبرين حالهم مؤثرين صح وعم بيقدموا رسالة وهاي من أربع خمس سنوات هاي أي شيء في عالم هاي بالأردن من سنوات طويلة يعني جد من 5 سنوات والنشطاء عم بيشوفوا حالهم مؤثرين بالمقابل يعني شوف حتى في أنواع إحنا بنسميها ما بعرف قديش ضايل معنا وقت بس في أنواع إحنا بنسميها مايكرو وماكرو المايكرو اللي هم المؤثرين عدد الفولورز عندهم قليلة والماكرو المؤثرين عدد الفولورز عندهم عالية بس بنفس الوقت ممكن المايكرو اللي هم القلال يكون تأثيرهم أعلى من الكبار بدي أسألك كان عن عدد المتابعين نعم بحكم هي تقسيمة المايكرو والماكرو بحكم من ناحية يعني حسب شو الهدف من أنا كمسوق اشتغلت مع مثلا انفلونسر أو كمشاهد حضرت انفلونسر شو الهدف مني إذا 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 موضوع مثلا تكنيكال وإشي تقني ومختص وكان عنده عداد قليلة وجد معلوماته مفيدة أكيد أهم لي من اللي عنده عداد يعني كبيرة. نحكي واحد عنده 10,000 واحد عنده 100,000 يس أنت قصدك مثلا 10,000 ممكن يأثر بشكل نعم. أكبر عليهم 2000 من أنا عم بحكي لك 2000 ممكن يكون حدا عنده 2000 و3000 تأثيره على 2000 اللي عنده كنسبة أعلى من تأثير أبو المليون على اللي عنده which means إنه 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 في المايكرو إنفلونسرز وهو على فكرة ترندي بهاي الفترة إنه صارت الشركات حتى والناس تشتغل مع أكثر من حدا أعداد المتابعين تبعونهم أقل بدل ما يشتغل مع واحد كبير لأنه بيكون تأثيرهم دائما أعلى فكلها استراتيجيات حسب كيف استخدام والتعامل مع المؤثرين بس مش مربوط العدد الكبير بالتأثير ممكن حدا عنده 2000 جد يكون تأثيره وقيمة تأثيره أعلى من الناس اللي عندهم مليون صحيح يعني كفيت وفيت بكفي إنك صنفت لنا إياهم 4 تصنيفات مهمة جدا فعلا وحطيت أصبعك على الوجع زي ما بحكوها نعم فعلا نعم. ونتمنى إنه بس إحنا منقول إنه نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة ونتعقل شوي ووعي نفسنا محل الشخص الآخر لا أكثر طبعاً. شكرا لوجودك معنا أهلا كل الشكر محمد أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية